يا سلام يا سلام. إذا ها هو المساء، دائما له تفاصيل جميلة، هدوء وسكينة، وحديث لا مكان له إلا القلب. لذا نتمنى أن نتشارك معا هذه اللحظات المميزة والمفيدة والممتعة في برنامجكم حديث المساء. ومشاهدينا، مساءنا المميز أيضا يبتدي بأمسيتي على زميلتي عاشة. مساك الله بالخير يا عاشة، ويا مرحبا بك. نور والسرور يا عمر، منوره اليوم ومتألقة ببداية نورك الحلقة. يا عمر، ونور الفرقة اللي معانا وأجواءهم الحلوة والموسيقى والإيقاعات واللحن الجميل والعزف الجميل اللي صدق صدق نحن استمتعنا فيه مشاهدينا. ومسي عليكم أيضا، مساكم الله بالخير مشاهدينا. لحظات جميلة مثل ما قال عمر، ووقت جميل إن شاء الله راح يجمعنا معاكم مع الألحان الجميلة. طبعا عمر من كثر ما هو دخل في الجو ومستمتع بالعزف الجميل، نسى أنه يمسي على أعضاء الفرقة اللي معانا اليوم في برنامج حديث المساء. طبعا نمسي على الاخ محمد قبلاوي، مساك الله بالخير، والعازف انس مرتضى، وايضا العازف احمد اللويسي، مساكم الله بالخير. يا اهلا فيكم، ويعطيكم الف عافيه على هذا العزف الجميل وعلى الاجواء الحلوه والايقاعات واللحن اللي نحن استمتعنا فيه. يا سلام، شكرا لكم. اليوم منوريننا، وان شاء الله راح نعيش معاكم امسيه ولا اجمل. أكيد هذا راح تكون برفقة مشاهدينا. أكيد يا عمر. عاش، أنت قلتي أني أنا نسيت أمسي على ضيوفنا الجميلين بعزفهم أيضا الجميل. نعم، أنا يمكن نسيت هذا الأمر، ولكن أنت صار لك أسبوعين سبب في تأجيل البرنامج عاشة. والله سبب تأجيل البرنامج يا عمر، لازم نحن نطلع بشيء راقي، شيء يناسب جمهورنا ومشاهدين برنامج حديث المساء. فأتوقع أن نحن اليوم جاهزين نظهر لهم بحلة حلوة مميزة بكل شيء نقدمه. بس نسياني بمقابل يعني الشيء اللي عندك عاشة يكون بسيط. نسيانك مقابل حماستك يا عمر. يا سلام. زين، ثاني شيء أبغى أعلق عليه عاشة، يعني نحن كنا متفقين مع المنتج والمساعد يعني أسامة ومريم يعطيهم العافية، ما قصروا، بأن الأكواب يكون فيها كوفي. ولكن شو محطين لنا؟ يا بالك كوفي، بس انت شربته قبل الحلقة. لا حطينا، فاضطروا انه يبدلون الكوفي بماي. تبررين؟ واحسن من لا شيء اتوقع. يا سلام، المهم الماي يمشي. بالعافية عليك يا عمر. خلينا في البداية نعرف متابعينا ومتابعي حديث المساء في برنامجنا والفقرات اللي بتكون عنا. طبعا يا عمر ومشاهدينا، برنامج حديث المساء عاد بحلة مغايرة عن السابق، وبتأكيد يعرض على مدى 4 أيام من الاثنين وحتى الخميس، وكل يوم يحمل قالب معين من البرامج الجميلة واللي يحمل أيضا طابع خاص. أكيد يا عمر، الحين راح نبتدي وياها من يوم الاثنين إن شاء الله مشاهدينا. وعاد فقرات يوم الاثنين أو برنامج يوم الاثنين وحلقة يوم الاثنين بتكون حلقة شبابية، راح نسلط الضوء فيها على بعض المواضيع اللي تهم الشباب في هذا الوقت. بتكونون أيضا مشاهدين على موعد في جولة سياحية في المنطقة الشرقية. ولكن الثلاث هو يوم لإحياء التراث من خلال استضافة باحثي في تراث المنطقة ومعرفة أسرارها، بالإضافة إلى زيارة المعالم التراثية الموجودة نتعرف عليها، ولا ننسى أيضا فقرات المصطلحات اللي من إعداد فريق العمل وما قصروا بإعدادها صراحة. أكيد يا عمر، يعطيهم ألف عافية. ويوم الأربعاء واللي هو اليوم مشاهدينا، مثل ما تشوفون معانا الفرقة المميزة، راح تكون حلقة فنية بتواجد فرق موسيقية بيكونون معانا طوال الحلقة، نستمتع معاهم بالألحان الموسيقية والمواضيع الفنية المتنوعة. أما مسك الختام في اليوم الأخير وهو الخميس من آخر يوم في الأسبوع، هو يوم خاص للوطن اللي يستحق منا أن نبذل ما بوسعنا لنرتقي به ونطرح مواضيع وطنية، وراح يتم أيضا نقله بمواقع مختلفة في المنطقة الشرقية. أكيد يا عمار، نحن أعطينا المشاهدين نبذة مختصرة عن الأيام اللي بنطل عليهم مع المواضيع اللي بتكون معنا في حلقاتنا طوال الأسبوع. نحن إن شاء الله بنكون وياهم من الأثنين ليوم الخميس، وفي كل يوم بتكون حلقة مميزة مختلفة عن الحلقة الثانية. طبعاً مشاهدينا، بما أن نحن اليوم في يوم الأربعاء، حلقتنا مثل ما قلنا لكم تحمل الألحان والموسيقى الرائعة، وتحمل أيضاً الكثير من المواضيع، وأولها مشاهدينا أسرار ومعالم مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بتكون إن شاء الله مع ملك مسعود. وعنواننا التالي العزف على الكمان مع محمد قبلاوي. شاعر المواقف والأنين بن طناف. والتالي أيضا فنان إماراتي من عروس الساحل الشرقي. طبعا اليوم عاشة، مع وجود كل هذه العناوين المميزة في المساء، نعم، اليوم جايب لك خبر يمكن يكون مزعج لك ويمكن يكون عادي، انت مش مهتمة لهذا خبر. لا 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 لا. مزعج شو يعني؟ يتعلق في شو يا عمر؟ يتعلق في الانترنت للأسف.
عيال هو اكيد خبر مزعج، لان نحن عايشين حياتنا وعايشين ايامنا الحين على الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني لو انقطع الانترنت شو يصير؟ والله يا عمر ما اعرف شو يصير. يوقف العالم؟ في خبر خاص ان الانترنت بيتوقف. والله يقول لك عاد عمر ما يخلى من الاخبار الخاصه بمواقع التواصل الاجتماعي، شو الخبر اللي عندك يا عمر؟ انا مختص بالاخبار السلبيه. اصدمنا على هالمسا. طيب. يقول لك عاشوا ايضا لمشاهدينا في تاريخ 11 اكتوبر راح يتم قطع الانترنت عن العالم لمدة 48 ساعة، وهذا أكتوبر؟ اللي راح يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا. 11 أكتوبر يعني كم ساعة؟ 48 ساعة. 48 ساعة يومين يعني يومين. كيف بتكون حياة الناس وحياتنا؟ أنت كيف راح تكون حياتك؟ أنا بسألك يا عمر، ما أن أنت وايد تحب مواقع التواصل الاجتماعي، وأول خبر بدينا فيه الحلقة أعطانا القنبلة خبر سلبي إنه بيقطعون الإنترنت 48 ساعة، شو بيكون شعورك يا عمر؟ يعني نحن أيامنا الحين كلها ماشية على الإنترنت. ممتاز. حتى دراستنا ماشية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً. فالإنترنت تغيب عنا يومين، شو بيكون وضعنا؟ يعني شوفي، أولاً أنا قاعد أخذها بطريقة إيجابية. اول شيء اتوقعه بان نحن راح ناخذ اجازه من الدوامات، لان بعد الهواء معتمد على الانترنت وشبكات التواصل، فهذا امر يعني جدا ايجابي للموظفين. نعم. وهذا خبر صار لهم. اما الشيء الثاني راح يخلينا نبتعد عن الاجهزه، عن الالكترونيات، عن المواقع، ونقعد شوي مع اهالينا. شوي نحن هملناها بسبه مواقع طبعاً التواصل الاجتماعي، يعني راح يرجعنا مع اهالينا. لو اشبه الموضوع لما تنقطع الكهرباء في بيوتنا، الكل في مكان واحد عشان نتجمع. يا سلام. فهذا الامر انا متحمس له، واتمنى ان ينقطع الانترنت امانه ونرجع نتجمع وندر عن الاجهزه والهواتف. هو شوف الواحد يعني ما يستغنى عن الانترنت وعن هالشغلات يا عمر، بس مثل ما قلت يخصص لها وقت. طبعاً. ووقت للعائله، ووقت للتجمعات اللي تكون العاليه. اتوقع يا عمر هذا التوقف اللي بيصادف انه يتوقف الانترنت 48 ساعه يسوونه كل 5 سنين، يعني اخر توقف كان اظن في 2010 وكان على اساس بيتوقف في 2015، لكن اللي كانوا يوقفون الخدمه ما كانوا مستعدين للاشياء الجديده اللي بيطرحونها، فحولوا اجلوا هذا التوقف لهالسنة. طبعا. واللي بيكون 11 اكتوبر مثل ما قلت. طيب تعرفي منو مخترع شبكة الانترنت عشا؟ يوم انت جاب لي الخبر عطني المعلومات اللي عندك. منو هو؟ طيب هذا الخبر طبعا يعني يتكلم فيه الكثير من المختصين وخبراء التقنيات، وقالوا بان من المستحيل انه يتم قطع الانترنت عن العالم، لان العالم اصبح معتمد بشكل كلي وتام على الانترنت. نعم. فهذا امر يعني نفوا بعض الخبراء بان يتم قطع الانترنت لمده 48 ساعه لما فيه من خطوره كبيره جدا على معلومات لربما يتم مسحها من جهات رسميه واساسيه في جميع بلاد العالم. يعني هم ما عندهم بعض البدائل او يقللون المده اللي بينقطع فيها الانترنت، يعني بدال ما تكون 48 ساعه على الاقل تتقلل 24 والله ساعه. والله شوفي انا من الحين راح اعدل علاقتي صراحه بمحمد قبلاوي، لانه راح يكون هنا الدور على الموسيقى ونعيش بعيد عن الانترنت. ما اظن الكمان يحتاج الانترنت محمد، ولا ايش رايك؟ والله شغلتكم مريحه، يعني عادي ما راح ياثر فيكم هالشيء انه ينقطع الانترنت 48 ساعه. الكمان والعود والبيانو ولا الاورج يعني اكيد لها اجواء جميله ومحتاجين فيها هدوء، فاتوقع انقطاع الانترنت راح يوفر لنا هذا الهدوء. صح تمام. احنا بنهرب من الانترنت عشان نعزف بالالات ما يعني. يا سلام. هي المهرب من المجتمع. يا سلام. في ناس بيهربوا من المجتمع عشان يقعدوا على النت. انتوا العكس. العكس، كل واحد يدور على المجال او الشغله أكيد اللي يرتاح فيها ويعيش معاها اجواء. أكيد. طيب احمد ما شاء الله عليك عندك ابتسامه جميله جدا، شو سر هذه الابتسامه؟ العود اللي بيده. الله الله. العود سر الابتسامه. ما شاء الله. الله يسلمك. طيب وأنس أكيد يعني بجمالك وجمال الموسيقى والعزف اللي أنت تعزفه أكيد منورينا، واليوم راح نعيش أمسية ولا أروع. أكيد ما راح يقصرون معانا ولا بالمشاهدين اللي يتابعون حلقتنا لليوم. إن شاء الله بإذن الله. نعم. يا عمر أنت قلت لي الخبر اللي عندك وصدمتنا فيه صراحة، لو خليته لنهاية الحلقة يعني. والله شوفي الصدمات لازم تكون في البداية. تكون في البداية عشان تتقبلين المواضيع اللي بعدها. زين اسمع اللي عندي عيلي يا عمر. خبريني. طبعًا عمر سمعنا في. ليش حدك حسيت يدوع عاشة؟ اسمع اللي عندي يا ولدي. ترى قصة ما قبل النوم، بتخلص البرنامج بتروح تحط راسك وتنام. اعتبرها قصة ما قبل. أعطينا ما في جعبتك عاشة. إنزين عمر والمشاهدين اسمعوا عاد اللي عندي. طبعًا في الفترة الأخيرة تداولوا مواقع كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأشياء. قبل لا أقول لك شو عندي يا عمر، أنت لو شريت شغلة بسعر وايد غالي. ممتاز. وخذتها من هني ودفعت البيزات وخلاص ومرتاح ومروق على الشيء اللي عندك، وتطلع من المكان اللي ماخذ منه الشيء الغالي ويضيع عنك الشيء، تخسره، شو بتكون ردة فعلك؟ ما راح تكون عندي ردة فعل.
هذا الوضع، لو دافع مليون على الشيء اللي ضاع ما راح تكون ردة فعل عندي لانه غالي، ما راح يكون في ردة فعل لانه يكون من المتوفي. صدق كل شيء عندي عيل. انا اقول اذا اسمع اللي عندي عمر يقول لك عمر يعني شو اسمه، في واحد في واحد هذه حزايه عاشه ياسر اتذكرها شويه انا. يقول لك عمر في واحد، لكن خلني قبل لا اقول لك عن اللوحه بقول لك شيء ثاني خاص بمواقع التواصل الاجتماعي. ممتاز. مثل ما انت بديت الحلقه في هالشغله خلني اكمل لك اياها. يقول لك يا عمر في حدث خرق امني اثر على 50 مليون حساب عبر تطبيق الفيسبوك وعبر العالم، ولم توضح الشركه بعد اذا ما كان هالخرق مرتبطا باختراق حسابات او بتسرب لبعض المعلومات، كما انها لم تتوصل الى الجاني اللي مسبب كل هذه الاختراقات، لكنها اشارت الى أنها أبلغت الشرطة بالأمر كإجراء احترازي. وأخرجت فيسبوك نحو 130 مليون مستخدم من حساباتهم وطالبتهم بإعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بهم، كما أزالت خاصية تمكين المستخدمين من رؤية حسابات الآخرين. شو رأيك يا عمر في الأساليب اللي هم وصلوا لها في هذا الوقت من بعد ما كنا من بعد ما نحن نسمع عن الهكر وعن فلان اخترقوا حسابه، فوضعوا بعض الأساسيات أو بعض في آلية معينة يمشون عليها، مثل أن الواحد إذا بيدخل على حساب ثاني يطلبون منه إيميل أو رقم التليفون أو مثلا شو كان هو حاط قبل، اسم معين، تاريخ معين. فشو رأيك في هالأشياء اللي نقدر نقول من أمور السلامة أو حفظ الحسابات؟ شوفي والله أنا ماخذ قناعة تامة بأن ما في أي أمان بأي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في الأجهزة الحديثة للأسف نحن كل ما نتطور يقل الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الهواتف. اليوم أي واحد لو كان عنده خبرة في الهكر ممكن يستحوذ على كل شيء بتلفونك بموافقتك انت، لكن يعني في حين تقنيات جديده واساليب جديده. بس الواحد لازم يكون حريص وحاط في باله هالاشياء، يعني مثلا يوصله ايميل من شخص مجهول او من مكان ما يعرفه ما يفتح الرابط او ما يفتح اللينك، يعني الواحد لازم يكون بعد شوي فطين في هالامور طبعا، وما يفتح اي شيء يوصله، ما يرد على اي حد يتصل فيه خاصه اذا كانت اشياء شوي غريبه مثل اللي تحصل في الاونه الاخيره. حتى بعض المواقع عاشة يعني اليوم لما تنزلين موقع ويقول لك اعطيني موافقه وابروف لي ان هذا يدخل في البوم الكاميرات او للميكروفون او غيره من الامور، بمجرد ضغطه على الموافقه كل شيء هو يكون مسموح له بان يدخل اي مكان في تليفونك. نعم. ولكن اذا بهكر الكمال مال محمد قبلاوي، شو رايك؟ اكيد اشلون هكره عادي مستعد عادي. متنازل عنه يعني صعب تهكير هذا كثير صعب ما قبل الانترنت. انا راح اهكره بعاطفتي عليه. اوكي زين ثاني. يا سلام عليك. يلا يا عمر الحين بقول لك عن الموضوع اللي قلت لك يوم ساعة، لكن انت قلت له دفعت مليون درهم وشال عنك الشيء عادي ما بتتاثر ما شاء الله، ما شو القلب عليك انت صخر ما تتاثر من الشيء شال عنك مليون. انا قلت لك ما راح اتاثر لاني راح اكون يعني في غيبوبه او في امر معين بغيرني انا استقبل ردة فعل. او اسمع انا اللي عندي عقب فكر اذا انت ممكن تتاثر ولا لا يا عمر. يقول لك يا عمر مشاهدينا تخيلوا معي ان في واحد شرى لوحه فنيه قيمتها مليون درهم ويمكن اكثر شويه ودفع البيزات وخلاص واستلم هاي اللوحه، لكن اللوحه ضاعت عنه، خسر هذه اللوحه يعني فقدها، انقصت او اختربت، المهم انه خلاص يعني البيزات راحت بالفاضي على الفاضي. هذا اللي يقول لك امه داعيه له، يمكن داعيه له ولا داعيه عليه. طبعا مشاهدينا تداول رواد المواقع الاجتماعيه لاحداث هذه الواقعه واللي نحن بنعرضها لكم وبنشوف هذه اللوحه. راح تظهر هذه اللوحه مشاهدينا ونشوفها واللي هي لوحه البانكسي. والله اتوقع يعني بعد هذا الموقف ما لازم يشتري اي شيء هذا الانسان مره ثانيه، خاصه انه دفع عليها مبلغ كبير يعني مليون وشويه وما تهنابها، يمكن اقل من ساعه او نص ساعه وراح الشيء الحلو اللي كان يحلم فيه ويجمع له فلوس. يعني عاش يمكن تجاوبين على هذا السؤال افضل مني، يعني بما انك انت تشترين اشياء غاليه اكثر مني، انا ما اشتري اشياء غاليه كلها على قدي وانسان متواضع. نعم. ولكن ما شاء الله عليك انت دائما تروحين للاشياء اللي موجوده على الساحه من لا تقول حطي عمرك مكانه وفقدتي شيء.
أنا إيجابية توني بادية الحلقة. يعني على سبيل المثال يعني شو بيكون شعورك؟ أكيد صار فيك الموقف هذا. يعني فقدتي شيء توج مشاركتنا. عمر واحد بيضايج يعني إذا كان دافع مبلغ كبير على شغلة هو يحبها ويجمع لها من متى وفجأة يخسر هالشيء أو يضيع، أنا أكيد بيمر شوية ببعض المشاعر الحزينة مع إيقاعات حزينة نسمعها من الفرقة. والله فعلًا يعني وجودكم اليوم في كل المواقف. إن كنا سعداء أو حزينين راح تكونون معنا في الجو. الواحد يلجأ صح للموسيقى وللحان الحلوة بالفرح، وإذا مر بشوي بيضيج الله يبعد الضيج إن شاء الله عنا وعن المشاهدين. آمين يا رب العالمين. وأكيد مشاهدينا الحين راح نروح معاكم ونتابع فقرة راح نتعرف عليها عن مواقع التواصل الاجتماعي ومع مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي ملك مسعود، خلونا نتابعه. مرحبا، اليوم من خلال برنامج حديث المساء رح نعرفكم بشكل بسيط وسريع عما لا تعرفونه عن وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي أو مصطلح التواصل الاجتماعي هو مصطلح تم تداوله بين الناس بكثرة في 10 سنوات الماضية. أفضل طريقة لتعريف التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي هي أي وسيلة يتم من خلالها بث أي محتوى للجمهور. فمثلاً في الماضي كان في عندنا الجرائد أو الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون تعتبر من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن كمستخدم فرصتك للتفاعل مع هذا المحتوى هي محدودة جداً. فممكن بعد عرض هذا المحتوى على التلفزيون مثلاً إذا حبيت أنك تبدي رأيك في المحتوى اللي تم عرضه ممكن أنك تتواصل معهم عبر الهاتف أو ترسل لهم بريد إلكتروني. أما بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي الحالية فهي عبارة عن مواقع وتطبيق ممكن يكون على هاتفك الذكي أو على الكمبيوتر المحمول، ممكن عن طريقهم أنك تقوم بالتفاعل مع أي محتوى يتم عرضه بأي وقت. بالإضافة كمستخدم بإمكانك أنك تشارك الناس بمحتوى من إعدادك، فهذا المحتوى ممكن أنك تنشره على الفيسبوك أو الإنستغرام أو ممكن أنك ترفعه على اليوتيوب. بالإضافة ممكن أنك تتفاعل مع محتوى يتم نشره ما بين أصدقائك أو ما بين أي صفحات من الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، فممكن أنك تتفاعل عن طريق الإنستغرام والفيسبوك بلايك أو بتعليق، وممكن كمان أنك تصوت للفيديوهات اللي بتحبها على اليوتيوب. بالنسبة لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على حياة الأفراد والشركات وعالم الأعمال وأيضاً المشاريع الصغيرة، فبالنسبة للأفراد مواقع التواصل الاجتماعي وفرت منصة مجانية وسهلة ومباشرة للتواصل مع الآخرين. أما بالنسبة للشركات والمشاريع الصغيرة فوفرت لهم منصة إعلانية قوية، عن طريق هذه المنصة ممكن أنهم يتواصلوا مع عملائهم بشكل مباشر ويبنوا معهم علاقات أقوى، ممكن أنهم يوصلوا لشريحة أكبر من الناس ويوصلوا منتجاتهم وأفكارهم بشكل أسرع وأسهل. مشاهدينا مثل ما شفنا في هذا التقرير كان يتكلم عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نستخدمها بالطريقة الصحيحة، وهذا الأمر لازم نحن نوسع مداركنا لكي نعرف كيف نستغل هذه المواقع لصالحنا مو للاتجاه الآخر اللي ممكن يبرنا في حياتنا. أكيد يا عمر، يعني كل يعرف أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين طبعاً. على حسب استخدام الشخص ممكن العواقب تكون سلبية طبعاً. أو إيجابية. طبعا نحن نشكر مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي ملك مسعود على هذا الكلام وعلى النصائح الطيبة اللي خذناها منها، وأيضا نشكر فريق العمل على هذا التقرير المميز والمخرجة ميثا الكندي مخرجة متدربة عندنا، أتمنى لها التوفيق إن شاء الله في حياتها. صحيح. ودائما نقول هذه الكوادر الوطنية اللي تخرجها مؤسسة الشارقة للإعلام ومن قناة الشرقية من كلباء، وبالتأكيد نحن مستمرين معاكم، ولكن أنا صراحة متعطش للموسيقى، شو راح تسمعونه؟ شو رأيكم نطلع فاصل موسيقي معاكم؟ أكيد نسمع. تفضلوا. Thank you.
يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا مع هذه الأنغام الجميلة وهذه الموسيقى اللي تطرب كل من يشاهدنا ويستمع إلينا بالتأكيد. طبعا هذه الموسيقى لها طابع خاص، لها أجواء مميزة. عشان كنت بسألت بصراحة قبل يعني نبتدي لقائنا الجميل مع محمد، أنك تعرفين تعزفين على هذه الآلة ولا لا؟ ولكن بالفاصل قلتي شيء وايد مهم، انك ما تعرفي تعزفين على اي شيء خشب. بالفعل يعني عود كمان، مو ما جربت واحس اني ما بعرف، لكن على اعزف على الاورج، على الاكسليفون بعد وايد كنت احب اعزف ايام المدرسه على الاكسليفون، الاكورديون هاي كلها انا احبها، ما عدا الكمان والعود ما فكرت اني انا كنت اعزف على شيء واحد. شو؟ المثلث. اسهل شيء. طبعا حمد ارحب فيك وحياك الله ومنورنا اليوم بآلاتك الجميلة، وأيضا أحمد وأنس ما مقصرين معنا. أكيد. حياك الله يا محمد، يا أحمد. محمد. حياك الله. الله يخليك. تسلم على هالعزف الجميل وعلى الإيقاعات الحلوة واللحن أيضا المميز، يعطيكم ألف عافية. اليوم نحن بنتكلم، بنخصص حديثنا في هذه الفقرة مو عن الأورج ولا عن العود والدور الثانية، بنتكلم عن الكمان. محمد عرفنا شوي أكثر عن هالآلة الوترية. الكمان آلة كثير قديمة، يعني المنشأ تبعها جاي حتى على فكرة من بلاد العربية. يعني أول آلة كمان هي الربابة، كلنا بنعرفها، ما كانت من الخشب، يعني كانت من جلد الحيوانات مصنوعة. صحيح. والأوتار تبعتها كانت من شعر الحيوانات. صح. وحتى الأوس كان من شعر الحيوانات، طبعا هذا مسمي الأوس، فاللي بيطلع الصوت. نعم. فطبعا هذا الشيء بنفتخر فيه نحن بلادنا العربية، إنه في منشأ الكمان الغرب بيعزفوا فيه. المنشأ من البلاد العربية. طبعاً كمان تطور بأوروبا، زادوا الأوتار تبعين، وكان في وتر واحد اللي هو يعني بالبلاد العربية اللي على الربابة في وتر واحد. بالأوروبا بالعصر بالألف 1600 تقريباً صار في أربع أوتار، وصارت الآلة خشبية، فصار يطلع لها صوت أعلى طبعاً. ممتاز. من الآلات. محمد يعني العود ممكن إنهم يضيفون له وتر زيادة، الكمان في مجال لينضاف له وتر ولا هو ثابت على؟ صار حالياً في آلة اسمها الإلكتريك فايلن أو الكمان الكهربائي، ضافوا لها وتر خامس وسادس. طبعاً التكنولوجيا هي اللي خلت هذا الشيء يعني يصير. أما حالياً بصندوق الخشب اللي موجود حالياً عندي ما بيقدر يستوعب أكثر من أربع أوتار. طبعاً عشان يستوعب أكثر من هيك ممكن حجمه يكون أكبر، حجمه أكبر وتغير شوي. طيب أنت ليش تبي تضيفي حق العود وتر زيادة؟ بس قال لي ينضاف عادي. ينضاف؟ ما أدري. أحمد أنت شو تشوف، ينضاف ولا ما ينضاف؟ ينضاف؟ والله يقول ينضاف، ما أدري يعني. معلومة جديدة طلعتيها عشان أنا أحب مجال الموسيقى وهالآلات الموسيقية. يا سلام، شو رأيك تعزفين لنا شيء؟ والله شو رأيك أنت تجرب عمر؟ أنا حاسة إن أنت بتضبطها، تشوفكم ساعة مركز في حركة. تفضل. وإذا اخترمت طبعاً نوجه تحية لأستاذ محمد شلبي، هنا موجود وهو بيغرم. لا أنت اللي تغرم يا شلبي، ما راح يكون في أي خراب أكيد. طيب أول شيء يعني كيف راح تكون؟ هو هي مشكلة الكمان على فكرة إنه مسكتها شوية صعبة، مسكتها صح؟ ليش أنت حكيت شيء كتير حلو اللي هو إنه الأورج والإكسلفون كتير سهل العزف عليهم عشان كل شيء واضح قدامك. بس هون حركة ثابتة يعني. تمام. هلا هو على الكتف اليسار، تمام. في زي هيك كتافية بهذه الطريقة، وفي هون. أوكي تمام ممتاز. يا سلام. زين طريقة الأصابع كيف؟ هي صعبه، في بدها وقت كبير، بس انت حاول حرك شوي القوس بدون ما اضغط على الاوتار. بدون ما اضغط على الاوتار حاليا، لانه هي خطوه خطوه دائما. اوكي تمام. بس الواحد لازم يتعلم يعني يسمع انت تقدمي نصيحه وانت ما متوهقه شرحت لها. حاول يمكن يطلع شيء حلو، حاول والله. شوف اذا طلعت موهبه عندي. هلا انا حاليا اكيد في موهبه، اذا في موهبه راح اكمل حلقه بدالك. لحظه عمر، استاذ محمد، ما ان عمر اول مره بحياته يمسك كمان، عرفنا على الاساسيات اللي الواحد لازم يكون عارفينها في مسكه الكمان. أكيد. في حركته. اكيد. طب خليني اول شيء اخذها عشان اقدر اشرح. ما اعطيتني فرصتي محمد، بس يلا ما عليك. بعد هاي هلا راح اعطي مثل درس صغير يعني. حلو. انا اسف عمر بيطبق. طبعا تماما. فالكمان هو مشكله الكمان والعود والالات الخشبيه انهم مسكتهم صعبه شوي، ومدى ما تخطيت هذا الأوبستيكل أو العائق الأول فالأشياء الثانية بتكون أسهل. نسبياً سهلة. ممتاز. مش مثل ما نحن متخيلين كمان كثير صعب، لا مش هيك. أوكي. فمشكلة لما بتروح على محلات الموسيقى تشتري كمان، في قطع الناس بيشتروا بينسوا أنهم يشتروها. شو هي؟ سنادة الكتف اللي تسند تماماً. فهي اللي هي بتسند بتخلي كمان مريح. ممتاز. هذا للمتمكن. لا هيدا اول ما تبلش الكمان. هو هيدا الغلط اللي صاير، انه
في ممكن البائع أو السيلر إنه ما ينبه عن هذا الشغل، ما ينبه عن هذا الموضوع، فالشخص اللي عم يروح يشتري كمان بدون ما يكون في استاذ ويحاول يعزف عليه حيكون صعب شوي. نعم. لأنه بدون هاي جدا الموضوع صعب، لكن معها تحس انه في اريحيه، في اريحيه اكثر. شفت انه حتى من حركتي يعني من البادي لانجويج تبعي تحس انه في اريحيه. حلو. وقت انا بحط اصابعي عليهم طبعا الوتر، عفوا القوس، مكون من شعر حصان، هذا ممتاز، شعر ذيل الحصان عشان يكون في مثل احتكاك بين الشعر وبين الاوتار. جميل. بيسوي صوت مستمر زي هيك. طبعا هاي تبدل كل فتره محمد صح؟ كل فتره طويله يعني، مش كل فتره قصيره. ممتاز. بضاين يعني هو هم اختار الشعر عشان الشعر هو من اقوى المواد. ممتاز. يعني هو والحرير يعتبر انه من اقوى المواد اللي ما بتنقطع، فكميه الشعر الموجود هون صعب انها تنقطع بالعزف. ممتاز. تمام. فرح نكمل الموضوع. طبعا مع شراء الاله هي طبعا اول خطوه انك لما تشتري الاله الكمان يكون معك سند الكذا في حيث أن ترتاح فيها. نعم. حلو. ثاني شيء أنك تكون كثير جنتل أو كثير لطيف بالعزف على الكمان باستخدام القوس. يعني لما تحط القوس على الكمان كثير يكون لطيف، ما تشد كثير. في حال شديت هيكون مثل صوت مزعج. أما إذا خليتها خفيف جدا يخلي وزن القوس هو اللي يتحرك على الأطراف. تمام. هلا الضغط على الأصابع هو شوي بده وقت شوي، لكن لما تتعود عليه. لا اول شيء لازم تجرب اصبع واحد. حلو. دائما الناس عم يجربوا كل الاصابع. لا انت لو تركزت على اصبع واحد بس وبس اتقنت الاصبع هذا يعني ضفت اصبع ثاني فحتشوف الامور اسهل بكثير. يا سلام. تمام. فرح ارجع بس كرر موضوع ثاني انه الكمان السنادة في اليسار. اوكي. في هون مثل سناده صغيره، سناده ممتاز للدقن، فبتحط دقنك عليها. حلو. لازم تحس باريحيه، لازم يكون ثابت. يكون ثابت. انتبهي طبعا عاش، انتبهي لاني راح اسمع لك بعد ما يخلص. اكيد راح اخليك تعيدي الخطوات من اول جديد. تمام. فمدى ما كان في اريحيه وثبات وقتها بتجرب اليد اليمنى على القوس بحيث انه ما تعزف باليسار. حلو. مدى ما عم يطلع صوت حلو وقتها بتجرب باصبع واحد. حركتك تكون على وتر واحد؟ طبعا في اربع اوتار. انا دائما لازم احط اول يعني الاصبع اللي بيختاروا على الوتر اللي انا بعزف عليه. ممتاز. فمش موضوع انه على اربع اوتار، يعني لازم انا اختار. فمثلا اخترت هذا الوتر اللي هو خشن اللي هو هذا. تمام. فلازم احط اصبعتي على هذا الوتر، هم اربعه فلازم اختار بيناتهم. سمعنا صوت كل وتر مثلاً. نبغي نعرف أكيد. الفرق بس بينهم. يا سلام. في اربعه متذوقه للموسيقى كيف. اوكي. هذا اول وتر اللي فوق هو وتر غليظ بيسموه او خشن. يا سلام. عاد انت على اي وتر تحب دائما تعزف؟ والله صراحه بحب اعزف على اول وتر اللي هو هذا. يا سلام. في شجون طيب يعني دائما تعودنا بان الكمان هو اللي يقود الالات الاخرى. اوكي. تمام. ولكن في اوكسترا الامارات شفنا امر مختلف يعني، واكيد هذا يمكن احمد يعرف فيه اكثر. اوكي. الجيتار او العود هو اللي اصبح يقود الالات الثانيه. حسب لما يكون في كونشيرتو للكمان او كونشيرتو للعود او كونشيرتو، فبيكون مقطوعه موسيقيه مؤلفه عشان هذه الاله. حلو. نعم. فالشخص اللي عم يعزف السولو او الـ او الـ او الكونشيرتو هذا هو اللي بيقود الكونشيرتو كله او الكونسيرت يعني. تمام. فحسب يعني. محمد خبرنا انت عندك قصه وسر نبغي نعرفها مع المشاهدين. دائما تحب تعزف على وتر واحد. طيب انتوا ليش تعرفوا هذا السر؟ اعطوني انا خليني اجرب. أوكي. اشوف المسكه واشوف ال ما نبغي عزف نفس دوا يا استاذ نشاز. ما تبغي نشاز؟ لا هو حيطبق خف شوي على القول. حيطبق الشيء اللي اخذه هلا فحيتختلف الموضوع. ليه ما هو يتعلم ويوصل لشيء مقبول على الاقل. خبرنا سالفه الوتر. شكرا على التشجيع عاشة. لا الوتر الواحد يعني في شجون لما الواحد بيعزف على وتر واحد الاصابع كلها على نفس الوتر. فانا ما بقدر كثير هلا اشرحها، يمكن بس العازفين هم اللي بيقدروا يفهموها. لكن انتقال الاصابع على وتر واحد مختلف جدا. اصعب على وتر ثاني. اصعب بكثير. لكن بيعطي احساس اكثر احلى بكثير. بس فهذا اللي بقدر احكي. هلا راح يعزف شيء. شوفوا يعني انا راح اتذكر او انت تخف يعني لا تشد على القوس. تماما. وتذكر ما تحط اصابع. تمام. هلا في صوت حلو اكيد بس انت خليك بالنص يعني بنصف بالنص. تمام. هنا اوكي. طبعا شفت اختلاف كبير بالصوت. تثبيت للكمان تثبيت صحيح. احس تثبيت صحيح. لا شوف شوف التثبيت شوفي شايفه ما في ما في يعني الكمان لا يتكلم كان اشتكى. لا لا بالعكس.
انا اصلا ما ليش اسيا عليك اصلا في في وحده محبطه هني فانا ما خلاص بطلت ودفنت كل مواهبي وما ابغى مره على مره يا عمر بتطلع المواهب اللي فيك ان شاء الله مستقبلا اطلع المواهب بس بعيد عن جاشي صراحه انك تحبين تحبطين اكيد طيب يعني ابى اعرف اهم النصايح اللي يبغون يبتدون محمد في آلة تمام. الكمان طبعا في كم كبير من النصائح ولكن انا حاليا يعني بسبب الوقت الضيق حابب انه اوجه الناس لفيديوهات عملتها على اليوتيوب فري لكل الناس تقدر تشوفها بس اكتب تعلم كمان تعلم عزف الكمان فحيطلع اول نتيجه في كل الاساسيات عملتها من فتره من سنه تقريبا طبعا فيديوهات والحمد لله نجاح كبير مجهودك الشخصي مجهودي مجهود استاذ احمد لويسي يعني مع بعض كنا واحد يعني بهالموضوع كمان استاذ احمد عنده كثير فيديوهات على اليوتيوب لتعليم العود بشكل رائع يعني هو من اوائل اللي علموا العود على شاركتوا محمد في اوكسترا الامارات اكيد وحتى بمهرجان الشرق للموسيقى العالميه شاركنا يلا لكم مشاركات كثيره اكيد يا سلام ممتاز طبعا محمد قبلاوي نحن ما ودنا صراحه نختم الفقره معاك لكن وصلنا لختام فقرتنا وياك يعطيك الف عافيه على بعض الاساسيات اللي عرفتنا وعرفت المشاهدين وعرفت عمر اللي بيدخل في مجال العزف على كمان الله يوفقك يا عمر كان. واذا احتجت ترى يقول لك حاط دروس مجانيه على اليوتيوب اكيد نتعلمها اكيد طبعا نحن طماعين وايد بوجودكم معنا حابين نختم هذه الفقره نظهر فاصل على معزوفة حلوة من عزفكم رح أعزف شيء لحسين الجسمي كثير فنان حسين الجسمي كثير بحبه أكيد فرح أعزف شيء له سلام
أنا عايش جالس أفكر يعني مع الموسيقى الجميلة ومع القهوة اللي بدلوا لنا إياها جزاهم الله خير، ذكرت يعني لما يكون عندنا كتب ونبغي نقراها لازم نكون في مكان هادي، وفي بعض الأحيان نشغل موسيقى وكوب القهوة. ليش ما سألتي عمرك في يوم ليش نحن في هذه العادات مستمرين فيها؟ صح يا عمر، بس والله ولا مرة سألت نفسي يعني ليش هالأشياء كلها مرتبطة ببعضها، جو هادي، كتاب، شيء ساخن، دائما هالأشياء الثلاثة تشوفهم ويا بعض. صدق عشان الصور يمكن؟ يوم أقول لكم أن محبي مواقع التواصل الاجتماعي. عمر خلينا ندخل في موضوعنا، بنتكلم شوية عن الشعر والشعراء، بما أن اليوم حلقتنا هي حلقة فنية. تمتلئ مشاهدينا دولة الإمارات بالكثير من الشعراء المخضرمين، وخاصة في إمارة الشارقة، ومنهم الشاعر راشد بن طناف رحمة الله عليه. وأكيد عاش فهو اشتهر بصوته وطريقته التلقائية والعفوية والكوميديا، وتفسير الكلمات والتعقيب عليها بين شطر البيت والآخر، وهذا أمر جدا جميل معه. صحيح يا عمر، شو رأيك نقدم شيء للمشاهدين ونقدم لهم أيضا معلومات عن الشاعر، بنعرضها الحين لهم. بنشوفها مع المشاهدين. طبعا هذه بعض المعلومات يا عمر عن الشاعر راشد بن طناف. طبعا هو شاعر إماراتي من أبناء إمارة الشارجة يا عمر، وهو من أبرز الشعراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولد في الذيد التابعة لإمارة الشارقة سنة 1910، وانتقل بعدها إلى الشارقة حيث تعلم القرآن الكريم وتعلم أيضا الكتابة عند الكثير من الشعراء، منهم الشاعر أحمد بن عبد الرحمن بوسنيدة. واستطاع أيضا الشاعر أن يخلف وراءه كنزا كبيرا من القصائد الشفهية يا عمر، كان عنده أسلوب الفكاهة ودائما يدخل الكوميديا في أشعاره وقصائده الشفهية. ويقول لك عمر أحيانا يعني في الأشعار اللي كان يقولها فيها بعض المصطلحات الصعبة، فهو يوم يلقي الشعر على المستمعين أو على الجمهور اللي يتابعونه كان يعطيهم بعض المعاني يسهل لهم الكلمات الصعبة حيث أنهم يفهمونها. طبعا بن طناف رحمة الله عليه ربانا على الشعر الجميل، على الشعر اللي يرسم الابتسامة، الشعر اللي فيه كل الجمال. وطبعا مثل ما ذكرنا تميز هذا الشخص بشعره الشعبي، والآن بنستعرض معاكم أحد قصائده اللي بترجعنا للأيام الأولية، فلنتابع وياكم. واللي قلب حاطي ما خبر خاطي، ما يطاطي لو به الشطة وبنبساطي ويا الناس أنا يوم في البر أنبسط، بنبساطي عند الأسقاطي الساقطين ما خبرهم عن شيء، بنبساطي عند الأسقاطي باحتياطي عن هالنطة. الله، إيه النطة ما تحلت ولي شيء، من الجزيرة هات البساطي وأرض الستين والخطة، هذا اسمها هي ستين والخطة. إيه البارحة يوم ارتفاع الميازين ابترت من لونه تشعشع بالانوار إلين بان الصبح، ما غضت العين كني مقلب فوق ميهال من نار، حلمتهم واصبحت انا خالي يدين، الطيف قربهم ثر الطيف عيار، يا غارة الله كيف اغير وانا ذهين، وانا مساني في الهوى سرير ومرار، شرع يغمر لي وشرع غيري مولمين، خايرت والخايور لي زاد سمار، يا نفس تم انصحت باطن وتعصين، أقول شيلي من هواهم مقدار، خوفي على كثر المحبة ذوبين، ذوب الصفر لذاب في كور صفار، منها يرهم آنس على القلب همين، وش حيرتي في من محله ليسار، حيرتي في من محله ليسار، يتلع معله بين خديه برقين، خشم وهاية يدعن القلب كسار. السلام عليكم. قم يا ندي بيشد ملهين ذيعور، ييفل من الريدة وظلت شيارها، انصي إلى شيخ شراب زغت النور، ليف الريض ضيجات عنك دارها، أزهت به الدنيا على ذيك البرور، وحيت به الأراض وانبت شيارها، بحر الغنى ما تلحقه ما شاء الله. قصيدة رائعة جدا يا عمر. طبعا
هذه من قصايد الشاعر المرحوم بن طناف الكعبي، راشد بن طناف الكعبي. طبعا يا عمر راح ننتقل ايضا نتكلم عن شخصيه اخرى، ومن بعد ما استمتعنا بهذه القصيده وتكلمنا عن احد الشخصيات الفنيه الشعريه القديمه، بنتكلم الحين مشاهدينا عن احد الشخصيات الفنيه المعاصره، واللي يعتبر من ابناء المنطقه الشرقيه وبالتحديد من عروس الساحل الشرقي مدينه خرفكان. بنعرفه وياكم من خلال هذا العمل. وسلطاننا رمز كبير للاتحاد أصبح ضمير، خيره على داره كثير، يسلم ضمير الاتحاد، يسلم ضمير الاتحاد. سلطان سلطان القلوب عاشت على حب الشعور، يمشي على خير الدروب نادر وجوده في العباد. يا سلام على الفنان الجميل حسين الجسمي، هذا الفنان الإماراتي اهتم بلونه الإماراتي الشعبي، ولكن هذا الأمر لم طبعا يمنعه من أو يمنعه من الذهاب إلى الألوان المختلفة، فأبواب الألحان العربية المختلفة وطرق أبوابها من خلال اللهجات المختلفة التي يجيدها في الغناء. طبعا تلون في كثير من اللهجات، عاش وأبدعنا أكيد في هذا يا عمر. بنتكلم عن الفنان حسين الجسمي أكثر، ونعرف المشاهدين عن حياته. طبعا مشاهدينا ولد وترعرع بمدينة خرفكان التابعة لإمارة الشارقة يوم 25 أغسطس سنة 1979. طبعا الفنان حسين الجسمي عشق الموسيقى بشغف مع أخوانه الذين ساندوه وشجعوه لصقل هذه الموهبة، إلى أن ظهر للجمهور في مسابقة من المسابقات اللي شارك فيها يا عمر. صحيح، طبعا هذا الفنان أبدع بالكثير من الأغاني الجميلة واللي نحن انطربنا فيها من فترة طويلة جدا. نعم. اكتشاف المواهب الغنائية طبعا في محلي حاملا المركز الأول خليجيا والثاني عربيا، محققا أولى أحلامه التي بدأت مع الطفولة بأن يكون له أغنيات خاصة به ويقدمها بإحساسه. هذه الأغنية الجميلة راح نسمعها أيضا من الفنان الجميل حسين الجسمي. وتحقق طبعا مشاهدينا هذا الحلم، وأصبح ذلك الشاب الموهوب نجما ساطعا في عالم الأغنية الإماراتية والأغنية الخليجية والعربية، التي حجز بها مكانا واضحا في الصفوف الأولى وأصبح رقما صعبا بنجاحاته المتواصلة. وأكيد أيد في ذلك وأشاد بموهبته المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ بدايته، وتشرف بغناء العديد من قصائده وبدعمه منذ انطلاقته، وقدم ألبومات رسمية حققت نجاحات كبيرة في مختلف أرجاء العالم العربي، وفي الأعوام من 2002 و2004 و2006 والأخير في عام 2010. أكيد يا عمر قام مع أخوته صالح وجمال وفهد بتأسيس فرقة موسيقية وأسموها فرقة الخليج، وكانوا يحيون بها مناسبات مختلفة مثل الأفراح والحفلات في المنطقة الشرقية من دولة الإمارات. اشترت هذه الفرقة اللي أسسوها محليا، ومعها اشتهر أخوه فهد في عالم التلحين وأصبح أحد أشهر ملحني الإمارات. يسلم ضمير الاتحاد، يسلم ضمير الاتحاد. سلطان سلطان القلوب عاشت على حب الشعور، يمشي على خير الدروب نادر وجوده في العباد، يسلم ضمير الاتحاد.
طبعا مشاهدينا بعد ما استمتعنا في هذه الاغنيه من صوت الفنان حسين الجسمي كنا نحن وصلنا يا عمر مع مشاهدينا لنهايه امسيتنا صحيح. الفنيه والامسيه اللي ما شاء الله كانت فيها الايقاعات والموسيقى والالحان الجميله. اتمنى مشاهدينا استمتعتوا معنا في هذه الامسيه ونشوفكم ان شاء الله في امسيه اخرى وتصبحون على الف خير ومع السلامه. واكيد قبل الختام يا عاشا لا ننسى بان نحن نشكر كل القائمين على هذا البرنامج ونبدأها بمنتج البرنامج أسامة زهدي ومساعدته مريم الزرعوني وأكيد كل القائمين والمخرج طبعا حمزة ومدير البرامج هذا الأب الحنون اللي دائما ما يسعى لراحتنا النفسية الأستاذ محمد الشلبي واللي يعطينا هاي الروح الإيجابية. وننسى أيضا أن نحن نشكر الفرقة اللي كانت معنا في هذا اليوم يعطيكم ألف عافية. صحيح. إلى هنا نصل لختام مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة بنفس التوقيت، وإلى ذاك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.